السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لبس عليكم بخير، كل شيء مزيان. إذن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى غنشوفو لا كوريكسيون ديال الكونترول الثاني بالنسبة للدوزيام اني فيزيك من طبيعة الحال انترناسيونال. دونك أول حاجة نقراو الكونترول. دونك بالنسبة للكونترول في القسم، أول حاجة نكتب لو نو ديالي اي لو برينو، الاسم والنسب، ثم الرقم ديالي في لا ليست ما ننساش ضروري، كذلك القسم. مثلا دوزيام اني كوليج، واش الجروب الاول ولا الثاني ولا الثالث. دونك هذا فيما يخص هذه الورقه على هذا الشكل. اما راه ممكن تلقى في الورقه يعني الاسم في مكان اخر، وهذا الرقم وهذه الامور في مكان او في اماكن اخرى فيما يخص هنا في هذا الوجه هذا. دونك اول حاجه نقراو لي زيكزارسيس ونشرحوهم باش نخلي لكم لتحت في الجدول ديال الوصف الكونترول باش تخدموه، عاد تشوفوا لا كوريكسيون اللي غادي نديرو ان شاء الله. Donc, la question l'oul répond par vrai ou faux. Le dioxygène est important pour toutes les combustions. L'oxygène est nécessaire pour les réactions. La question tani, les produits disparaissent pendant la réaction chimique. Les produits, chez les kintjlina, au maximum les produits, tirtafiou, khilal tafaoul kimyaï. Waj sahih ou la khata. Lorsque l'eau de chaud devient trouble, ceci montre la formation de dioxyde de carbone. Ensuite, quand la combustion est incomplète, la couleur de la flamme est jaune. يعني ملي كتكون la combustion الاحتراق عندما يكون الاحتراق كامل كيكون لون la couleur de la flamme ديال الشعله كيكون اصفر. La question tani complétez ces phrases, هاد لي فراز هادو par les mots qui conviennent. يعني نملؤوا هاد الفراغات هادي اللي هنا بالكلمات المناسبه. عندنا المونوكسيد دو كربون هو احادي اكسيد الكربون، وعندنا النيكوتين، وعندنا غودرون. دونك كنعرفوا شنو هو النيكوتين وكنعرفوا شنو هو لو غودرون. دونك الفراغ الاول لو ايتان غاز توكسيك، دونك شي حاجه راه عباره عن غاز سام. Un couleur, mais عندوش لون. Et une odeur, mais عندوش رائحه. C'est clair? Qui cause l'asphyxie ou bien l'étouffement. يعني كيدير لينا الاختناق هذا الغاز هذا اللي كنهضروا عليه هنا في هذه الفراسه. Parmi les produits de la combustion d'une cigarette, يعني بين النواتج اللي كنحرقوهم وكينتجوا على السيجاره ديال التدخين، واحد البرودوي خصك تكتبو هنا من بين هادو كي رون لي فومور ديبوندون. هاد البرودوي اللي كينتج لينا في لا كومبيسيون ديال السيجاريت هادي هو اللي كيخلي دوك الناس اللي كيدخنوا دائما مرتبطين بالتدخين، تيوليو مدمنين. شنو السبب ديال داك الادمان؟ هو واحد العنصر من بين هاد الثلاثه. كي رون لي بومون نوار، تصبح سوداء. سي كلير. دونك هذا معناه poumon noir. Ensuite, terminer la réaction de la combustion du carbone suivant. Donc, yani khsna nkemlo had la réaction hada. Réaction par les formules chimiques ou la réaction par les modèles chimiques boule colorée. Donc, عندكم هنا la réaction, عندكم le carbone plus le dioxyde, شنو كينتج عليه؟ تكتب داك البرودوي اللي كينتج. هنا غتعطي قلنا على كانت اتوم كنعطيو نعطيو لي موديل ديالهم نرسموهم. سي كلير. بار دي بول كولوري يعني بواحد الكريات، دي بول هما كريات ملونه. مثلا الكربون اللون ديالو نتوما تعرفوا دير اللون ديالو هنا، لو ديوكسيجين هذا دير اللون ديالو هنا، ولكن لاحظ هذا لو ديوكسيجين. وهذا البرودوي اللي تكتبوا هنا ثاني نفس الشيء دير له لو موديل ديالو. ليكزارسيس 2 لا كومبيسيون دو بيوتان، احتراق البيوتان. عرفنا شنو هو البيوتان de formule chimique. Donc il y a la formule chimique du butane dans le dioxygène O2, il y a un éteint du butane O2 se fait avec une flamme bleue qui est un éteint avec une chaleur zarqa. Le bel est معطيات يعني الاحتراق تكون واحد الشعله زرقاء. Et dans deux produits qu'on prouvé par ou bien qu'on a prouvé par يعني هاد لا كومبيسيون ديال البيوتان انتجوا عليها جوج ديال الاجسام. شكون هما؟ الاول الجسم اللي ينتج هما دي بيتي غوت دو لو سور
لي باروا دو تيبايس يعني واحد القطرات ديال الماء ظهروا لنا داخل داك لو تيب داك الانبوب الاختبار اللي وضعناه فوق الاحتراق كما شفتوا في الدرس لو برودوي بي تروبل لو دو شو البرودوي الثاني اللي نتج تيعكر ماء الجير وانتم ديجا عرفتوا الامر En justifiant ta réponse, cette condition est-elle complète ou bien incomplète? يعني من خلال هاد المعطيات اللي عطينا هنا واش هذا الاحتراق كامل ولا غير كامل اللي قلتي كامل عاد جيستيفي قلتي غير كامل جيستيفي يعني تقول علاش وهذا السؤال علاش راه من خلال هادشي تعرف راه ماشي شي حاجه يعني كتخلعكم ديك علاش ديك جيستيفي راه ساهله كما غنشوفوا ان شاء الله في لا كوريكسيون دونك كومون اي لا كونتيتي دو لا شالور برودوي كي داير ديك الكميه ديال الحراره اللي نتجت لينا في هاد لا كومبيسيون واش غروند او بيان بوتيت ولا واش كبيره ولا صغيره هنا مع الجواب غروند ولا بوتيت ما غادي تجيستيفي كيل سون لي رياكتيف شكون هما لي رياكتيف في هاد لا كومبيسيون سي كلير وهنا ديتيرميني لو كومبيستيبل شكون هو لو كومبيستيبل بارمي لي رياكتيف وشكون هو لو كومبيرون يعني لو كومبيستيبل هو اللي كيتحرق Ou le combérant ou le kéhra. Ensuite, 5. Identifier les produits. Donc, je connais donc le produit A, les gnawaibaran, des gouttelettes d'eau. Je connais que c'est mieux. Produit B, les gnatrobes, l'eau de chou, je connais c'est mieux. 9. La question 6, là, la question 6, d'autres choses. Écrire la réaction B. Il y a 5 fois la réaction B. Il y a la combustion. Il y a la combustion de l'butane. Je connais le combustible, je connais le combérant, je connais les produits, les kinjou. Donc, la réaction B. 7. Si la quantité de l'air est insuffisante, il y a une quantité de l'oxygène, de l'air, de l'air, petite pour cette réaction de combustion. Donc, il y a une quantité de l'oxygène qui est de l'air, c'est fameux, c'est qu'lila. Que sera-t-il le type de la réaction? Complète ou incomplète? Donc, la question اللي ديجا جاوبنا عليه قلنا واش الاحتراق واش كامل ولا غير كامل دونك هنا منين تقول لي لا كونتيتي ديال الديوكسيجين قليله واش غادي يبقى مثلا الا كان كومبليت واش يبقى كومبليت ولا كان انكومبليت يبقى انكومبليت ولا العكس الا كان كومبليت يولي انكومبليت ولا كان انكومبليت يولي كومبليت دونك من خلال هاد لا كونتيتي ديال لير غتعرف الجواب كو سوغاتيل لا كولور دو لا فلام كيفاش غيولي لا كولور ديال لا فلام حنا كنا شفنا ان لا كولور ديال الفلام بلو دابا كي غيولي من عندكم لا كونتيتي قليله دونك هنا بما ان غادي تلاحظ ان لا كومبيسيون تغيرات اذا ايكريغ لا رياكسيون دي لون يعني اعطي المعادله الحصيله ديال لا كومبيسيون اونسويت اون ايفير يعني فصل الشتاء اي دون لو بي اي دون لو بيت دو سو شوفي يعني من اجل التسخين امين اي سون فرير اسامه فون بريلي لو charbon amin wa wahed shakhs kadhalika al akh dial usama jalsin fi al ghurfa dialhom w sha'lu wahed al majmar dial al fakhar ayshwiw shi ghay shwiw inma bash yiskhnu c'est clair hna kanshalou bash tshouf hna al maghreb donc huma yash'alou bash yiskhnu c'est clair hada al fakhar hada shnou fih wala hada al charbon hada al khshab wala al fakhar shnou fih contient 90% 90% de carbone yani 90% fih dial al carbone dans une chambre dans les fenêtres et la porte sont bien fermées. Lakin Amin ou son frère راه مسدين عليهم فواحد الغرفه ومطرقين الباب ومطرقين الشراجم النوافذ علاش لانه كاين البرد وشعلوا المجمر وبداو كيسخنوا مع راسهم لوكال مال فونسيل يعني واحد المكان اللي سيء التهويه اكرير لا رياكسيون دو كومبيسيون يا سيدي قال لك اول حاجه كتب لينا التفاعل ديال الاحتراق ديال من ديال الكربون مع لو ديوكسيجين في هذه الغرفه هذه في هذا الشومبر هنا تكتب لينا لا رياكسيون سي كلير سواء بغيتي تكتبي بلي لاتر سواء بغيتي تكتبي بلي سامبول ديال لي زاتون ensuite la question الثاني quel est le risque ou bien le danger شنو هو الخطر اللي كيترتب على هذا الاحتراق اللي داروا في هذه الغرفه وعلاش La question 3 présente un conseil pour Amin et son frère pour éviter ce danger. عطيه سيدي الامين والاخ ديالو واحد نصيحه باش ما يوقعوش في الخطر اللي ممكن يوقعوا فيه. السؤال الاخير رقم 4 شي واحد هذه 4 داكور نخليو لا question 4 sachant que la chambre contient 3000 litres
يعني يا سيدي قال لك ديك الغرفه راه الحجم ديالها يعني داك الحجم ديال الديوكسيجين اللي فيها هو 3000 لتر. شحال فيها ديال الديوكسيجين؟ 3000 لتر. اي كو شاك اور يعني في كل ساعه 1000 لتر دو ديوكسيجين ديسباريس. يعني واخا هما في داك المجمر اللي خدام كيسخنوا فيه ولا المهم ديك الطريقه اللي مشعلين بها هما داك الشاربون، خلال كل ساعه يعني ديك الكميه ديال الديوكسيجين اللي كاينه في الغرفه اللي قلنا 3000 كتستهلك منها 1000 خلال كل ساعه. دونك كومبيان دور شحال من ساعه سون نيسيسير بور كو لا توتاليتي دو ديوكسيجين ديسباري؟ شحال خصنا ديال الديوكسيجين، عفوا شحال خصنا ديال الوقت باش هاد الكميه اللي هي 3000 لتر تستهلك كليا، علما ان كل ساعه كانت كتستهلك واحد عفوا كل ساعه كتستهلك 1000 لتر ديال الديوكسيجين. دونك هذا هو الكونترول. هذا اخر سؤال، عفوا هذا اخر سؤال. دونك من بعد غادي تلقاو هذا الكونترول هذا هكا على الشكل، غتلقاو في الجدول ديال الوصف. ملي غتدخلوا لجدول الوصف راه تلقاو اللين ديال الموقع ديال القناه، الموقع الخاص بالقناه. ما تنساوش تشتركوا في الموقع وكذلك تشتركوا في القناه، لان الموقع كنحطوا فيه لي كونترول، كنحطوا فيه الدروس بي دي اف تستافدوا منه كذلك. من بعد ما تخدم ما تيليشارجي الكونترول وتبدا تخدمه، نبداو لا كوريكسيون ان شاء الله تبارك وتعالى. دونك نبداو لا كوريكسيون. دونك من بعد ما خدمتي الكونترول طبيعة الحال لقيتي مجموعه ديال الصعوبات، نحاول نكتشفوا الصعوبات هذه ونجاوبوا. سمحوا لي واحد، اذا نبداو الاجابه على بركه الله. دونك لا كيسيون الاول كما ديجا قرينا لا كيسيون، هنا نجاوبوا بصحيح او خطا. واضح؟ اذا عندنا الديوكسيجين اي امبورطون بور توت لي كومبيس، يعني ثنائي الاكسجين ضروري بالنسبه لجميع الاحتراقات، وهذه ما فيها شك. ثنائي الاكسجين ما يمكنش تكون عندنا اون كومبيسيون احتراق الا ما كانش الديوكسيجين كما شفنا في الدرس. دونك الديوكسيجين اي امبورطون بور توت لي كومبيسيون، دونك سي فري. تري بيان. Les produits disparaissent pendant la réaction chimique. يعني ملي كيكون عندنا واحد لا رياكسيون كيميك راه لي برودوي هما اللي تيختفيو. وهذا على العكس، حنا شفنا ان لي رياكتيف هما اللي كيختفيو ماشي لي برودوي. دونك هادي سي فو، خطا. تري بيان. Lorsque l'eau de chaux devient trouble يعني عندما يتعكر ماء الجير، سي مونطخ لا فورماسيون دو ديوكسيد دو كربون. يعني هادشي كيعني انه نتج لينا في ديك لا كومبيسيون ديوكسيد دو كربون، وهادي من طبيعه الحال فغي صحيحه، لاننا باش كنديرو باش كنعرفو لو ديوكسيد دو كربون نتج في لا كومبيسيون كنعرفوه باغ لو دو شو لي ماء الجير. دونك هادي خاصها تولي عندنا بحال الكويز ديال اتاي تولي معروفه. كون لا كومبيسيون اي انكومبليت، الا كان الاحتراق غير كامل، la couleur de la flamme est jaune. اللون ديال الشعله غادي يكون صفر الا كان الاحتراق غير كامل. نعاود السؤال باش تفهموا مزيان. كون لا كومبيسيون اي انكومبليت، الا كان الاحتراق غير كامل، لا كولور ديال لا فلام غادي يكون صفر. طبيعة الحال صحيح. تري بيان. دونك هذا بسيط جدا. اونسويت عندنا هاد الكلمات مونوكسيد دو كربون وحادي اكسيد الكربون، نيكوتين هو النيكوتين، والغودرون هو الغودرون. سي كلير. دونك لو ايتان غاز توكسيك هو واحد الغاز سام. واش لو مونوكسيد دو كربون هو الغاز السام ولا النيكوتين ولا الغودرون؟ دونك ما يقدرش نعرف لان هذا غاز وهذا حتى هو غاز، هذا لا. دونك ان كولور ما عندوش لون، اي ان اودور ما عندوش رائحه. دونك هذا عنده رائحه وبالتالي هذا خرج بقى لينا لو مونوكسيد دو كربون. دونك الجواب الصحيح غادي يكون هنا هو مونو اكسيد دو كربون، يعني احادي اكسيد الكربون.
parmi les produits de la combustion d'une cigarette, يعني بين النواتج اللي كينتجوا لينا في احتراق ديال السيجاريت لا دونك حنا كينتج لينا في احتراق ديال السيجاره كينتج النيكوتين وكينتج حتى الغودون كي رون لي فومور ديبوندون لكن شكون هو اللي كيخلي المدخن كيصبح مدمن هو النيكوتين دونك هنا غادي يكون النيكوتين هو اللي كيخلي المدخن يصبح مدمن كي رون لي بومون نوار هو الغودون شي كنعرفوه مزيان الكربون ملي كيتفاعل مع الاكسجين كينتج عليه ثنائي اكسيد الكربون دابا سيدي طلب مني لا ريبريزونطاسيون الكربون قرينا في الدرس الثاني لي زاتوم باش كنمثلوه الكربون كنمثلوه باغ واحد لاتوم هو اللون ديالو اسود وكنمثلوه باغ اون بول نوار دونك كنمثلوه واحد الكريه سوداء على هذا الشكل دونك هنا هو طلب منا نلونوهم طلب منا يكون عندنا الملونات ونلونوهم نهار الكونترول الا ما كانش عندك الملونات ومن الافضل يكونوا عندك الا ما كانش عندك شنو دير عاد دير ترسم اون بول على شكل ودير وسط منها الحرف ان يعني نوار صافي ولكن من نصحك يكون عندك الالوان من الافضل انسويت هنا لو دي اوكسجين يعني عندي دوز اتوم ديال لو دي اوكسجين ديال الاكسجين عفوا والاتوم ديال الاكسجين باش كنمثلوها كنمثلوها بار اون بول روج دونك غيكون عندي جوج كريات حمرين هنا الكرة الأولى والكرة الثانية حدا على الشكل واضح حتى في الحجم خصني يكون ضابط الحجم خصو يكون قراب للاتوم ديال الكربون في الحجم هنا عندي CO2 دونك بما ان هاد لا موليكول هادي فيها الكربون وفيها جوج اتوم ديال الاكسجين دونك لاتوم ديال الكربون غتكون هي الوسط بيناتهم على الشكل noir entouré par deux atomes rouges. Est-ce qu'on a dans l'atome le la rouge là? Là, ce qu'il a là. Ou est-ce qu'on a dans l'atome tania rouge là? Donc, il y a d'abord la représentation d'elle le dioxyde de carbone. Donc, on a la manière d'elle la représentation avec des boules colorées. Donc l'exercice 2, التمرين الثاني la combustion de butane يعني عندنا احتراق البيوتان اللي لا فورمول الكيميك ديالو هي هذه dans le dioxygène كتعطينا واحد لا فلام بلو اذا من خلال هاد لا فلام بلو كنعرف ان لا كومبيسيون راه كومبليت واضح لا كومبيسيون كومبليت لان الشعله راه زرقاء صافي دونك نعرف ان لا كومبيسيون راها كومبليت مزيان دون دو برودوي كنا بروفي با اذا هاد لا كومبيسيون هادي عطاتنا جوج النواتج عطاتنا جوج النواتج الناتج الاول سميناه ا والناتج الثاني سميناه بي الناتج الاول قال لك غنعرفوه بانه واحد القطرات ديال الماء اللي ظهرت على دوك لي باوا هذوك الجوانب الداخليه ديال داك الانبوب اللي درنا فوق لا كومبيسيون مثلا هذه هي لا كومبيسيون زرقاء درنا فوق منها واحد الانبوب ديال الاختبار على هذا الشكل لاحظنا ظهور واحد القطرات هنا ظهور قطرات ديال الماء اش كيعني كيعني ان وجود الماء والبرودوي الثاني تروبل لو دو شو ملي شدينا هاد لو تيوب اي سي وضفنا ليه لو دو شو ضفنا ليه ماء الجير لاحظنا ان لو دو شو هنا تخوبل تعكر ماء الجير اذا حنا فهمنا ان نتج لينا واحد الناتج الاول اللي عباره عن قطرات ديال الماء اذا هو الماء ونتج لينا واحد الناتج الثاني اللي عكر لينا ماء الجير اذا هو لو ديوكسيد دو كارب اذا الحويجات نحتاجهم باش نجاوبوا بما اننا فهمنا هادشي عجينا الامور سهله اون جوستيفيون تا ريبونس يعني مع تعليل الجواب هاد لا كومبيسيون complète ou bien incomplète واش الاحتراق كامل ولا غير كامل حنا قلنا بما ان لا فلام بلو راه الاحتراق كامل دونك الجواب la combustion est complète يعني الاحتراق راه كامل car la flamme شعله يعني est bleu
لان الشعله زرقاء. دونك هذا هو تعليل الجواب. حنا قال لنا واش لا فلا واش لا كومبيسيون كومبليت ولا ان كومبليت، قلنا ليه راه كومبليت. باش عرفناها كومبليت لان لا فلام اي بلو. لا كيسيون الثانيه، كومون لا كونتيتي دو لا شالور برودوي، واش غروند ولا بوتي، كي دايره الكميه ديال الحراره، واش كبيره ولا قليله. دونك بما ان لا فلام بلو اذا لا كومبيسيون قلنا راه كومبليت، ولا كانت لا فلام بلو لا كومبيسيون كومبليت يعني، اذا الحراره ديال ديك العافيه كتكون كبيره، كتكون غروند. دونك لا كونتيتي اي اي غروند، ما قالش لي جوستيفي، ما غاديش نجوستيفي. Ensuite, quels sont les réactifs de cette combustion? Je connais les réactifs de l'ihtiraq. Nous avons brûlé. Nous avons brûlé le butane. Donc, le butane est le réactif le premier. Où nous avons brûlé le butane? Nous avons brûlé le dioxygène. Et donc, le butane est le butane ou le dioxygène. Et donc, et le dioxygène. Et donc, les réactifs de la combustion. Ensuite, déterminer le combustible. Je connais le combustible et je connais le combustible. Donc le combustible est le qui t'hraq, donc c'est le butane. C'est le معروف. C'est le butane et je connais le combustible, c'est le jisme qui t'hraq. C'est le dioxygène d'aiment. J'ai mis l'ihtiraqat qui عندنا dans la deuxième année. J'ai l'ihtiraqat qui عندنا dans la deuxième année d'aiment. Le combustible c'est le dioxygène. Le combustible c'est le dioxygène. واضح؟ تري بيان. ايدونتيفي لي برودوي، تعرف ليا على دوك لي برودوي اللي عطينا شكون هما. البرودوي ا شكون هو والبرودوي بي شكون هو. دونك هادشي خصنا نرجع ندير واحد التحنزيزه هنا. دونك البرودوي ا قلنا دي بوتي غوت دو لو، يعني واحد القطره صغيره ديال الماء سور لي باغوا دو تيبايسي، دوك القطرات اللي ظهروا. والبرودوي الثاني تروبل لو دو شو. دونك هاد البرودوي الاول راه عرفتو راه هو الماء لان قطرات ديال الماء. والبرودوي الثاني كيعكر ماء الجير هو لو دو، هو لو ديوكسيد عفوا دو كربون، لو ديوكسيد دو كربون. اذا البرودوي ا هو لو الماء، والبرودوي الثاني هو ديوكسيد دو كربون. صافي تري بيان. لا كيسيون 6، ايكرير لا رياكسيون بيلون، يعني اكتب المعادله الحصيله. ملي كتشوف لا رياكسيون يعني التفاعل الحصيل de cette réaction en utilisant les formules chimiques. لكن طلب مني نستعمل لي فورمول كيميك في هاد لا رياكسيون. دونك حنا قلنا عندنا البيوتان هو الرياكسيف الاول، شنو هي لا فورمول كيميك ديالو؟ دونك عندنا في لي رياكسيف البيوتان اي لو ديوكسيجين، شنو هي لا فورمول كيميك ديال البيوتان؟ هي اللي عطانا قبيله سي 4 اش اش 10 سي 4 اش 10. باش عرفت لا فورمول كيميك ديالو انها سي 4 اش 10، اول حاجه خصني نكون حافظها. ثاني حاجه هو عطاها لينا هنا، قال لنا البيطار لا فورمول كيميك ديالو هي سي 4 اش 10، ولو ديوكسيجين لا فورمول كيميك ديالو هي او 2. اذا سي 4 اش 10 مع من كيتفاعل رياجي افيك لو ديوكسيجين افيك او 2، اش كيعطينا؟ كيعطينا سي او 2 لو ديوكسيد دو كربون باش عرفناه، عرفنا بلو دو شو سو تخوب، وعطانا الماء لو اللي هو اش 2. دونك هاد لي فورمول كيميك هادو هاد خصني نكون حافظهم، لو ديوكسيد دو كربون ولو والبيطان والديوكسيجين خصو يكون معروف. دابا في لاكيستيون 7، سي لا كونتيتي دو لير اي انسيفيزونت، قبيلات الكميه ديال الهواء كانت كافيه، دابا بقى الكميه ديال الهواء قليله. انسيفيزونت، انسيفيزونت يعني قليله. بوغ سيت رياكسيون دو كومبيسيون، يعني بالنسبه لهاد لا رياكسيون اللي غنديرو دابا، بالنسبه لهاد لا رياكسيون اللي غنديرو دابا، الا كانت بالنسبه لهاد لا رياكسيون اللي غنديرو دابا لا كومبيسيون الكميه ديال الهواء قليله، واش كومبيسيون غتكون كومبليت ولا ان كومبليت؟ حنا عارفين الا كانت الكميه ديال الهواء قليله راه لا كومبيسيون غتكون ان كومبليت. صافي حتى هادي خصها تولي عندكم بحال الكويز ديال الاتاي، يعني تولي عندكم معروفه. الا كانت كميه ديال الديوكسيجين ولا ديال لير قليله انسوفيزونت، راه لا كومبيسيون تكون ان كومبليت غير كامله. وكي غادي تكون لا فلام واش غتكون بلو؟ لا غتكون جون، غتكون لا فلام صفراء. شكون هما لي رياكتيف في هاد لا كومبيسيون هادي بالنسبه للسؤال 8؟
écrire la réaction bio avec les formules chimiques de tabiat al-hal. Chkoun wa le réactif d'aiman wa le butane, c'est 4H10. Chkoun wa le combustible li kayhraq lina le butane wa le dioxygène. Chi bach arftou عرفتوا ما لي نونسي ديال ليكزرسيس الاول هادو لان لي رياكتيف ما غاديش يتغيروا يبقى هما هما شنو اللي كيتغير هنا النسبه ديالو ديال الاكسجين ولات قليله وبالتالي غيتغيروا لنا حتى لي برودوي اللي ينتجوا لنا هنا دونك شنو ينتج ينتجوا هاد الجوج الوالا ديما تنتجوا سواء كانت لا كومبستيون كومبليت ولا انكومبليت كينتج الكربون والديوكسيجين عفوا كينتج لينا لو ديوكسيد دو كربون ولو H2O وعاد زادوا عليهم جوج لي برودوي جداد شكون هما عاد زاد الكربون سي داك الفيمي نوار داك ديبو نوار داك الطبقه السوداء اللي كتظهر لينا في لو تيوب اللي كنديروا فوق لا كومبسيون وكينتج لينا لو مونوكسيد دو كربون سي او اللي هو ان غاز اوكسيك واحد الغاز سام اذا هذا هو الفرق ما بين لا كومبسيون ماشي هذا هو الفرق الوحيد كاين عده فروق وهذا من بين الفروق اللي كاين ما بين لا كومبسيون كومبليت و ان كومبليت لا كومبسيون كومبليت هذه اللي شفنا قبيلات تيكون عندنا غير جوج لي برودوي اما لا كومبسيون incomplete يكون فيها 4 اذا راه لا كومبسيون كومبليت و انكومبليت نقدر نعرفها بزاف د الحوايج منهم من العدد ديال لي برودوي الا كان العدد ديال لي برودوي 4 مباشره نعرف لا كومبسيون راه انكومبليت كانوا جوج نعرف لا كومبسيون راه كومبليت نقدر كذلك نعرفها من اللون ديال لا فلام دونك هادشي راه ديجا حاط كاين في الدرس ترجعوا ليه باش ما نضيعوش الوقت في التصحيح ديال الكونترول دابا univers كما شرحنا قبيلات امين و سون فرير شعلوا واحد الشاربون في واحد الغرفه ديالهم وسادين لي فونيتر النوافذ وسادين لابورت مزيان دونك كاين نمو في واحد الغرفه مال ايغي ما كيدخلهاش الهواء بواحد الكميه مزيانه مال ايغي يعني كتدخل واحد النسبه قليله ديال الهواء سي كلير دونك ايكرير لا رياكسيون دو كومبسيون كي فا سو فير انتر le carbone et le dioxygène. Donc, nous allons brûler le carbone. Fin, on brûle, le dioxygène. Je n'aurai pas utilisé la combustion. Je vais te donner. Dioxyde, tabiatan. Dioxyde de carbone. C'est clair, un dioxyde de carbone. Quel est le risque ou bien le danger que peut se passer et pourquoi? Je n'ai pas le danger qui peut se passer. Donc, déjà, on a accepté la réponse. Je vais vous dire que ça va. Donc, parmi les risques, il y a un bil akhtar qui nous joue la combustion du carbone ou du charbon. L'asphyxie. Donc, il y a un risque. Nous pouvons jouer par la tariqa ou nous pouvons jouer par la tariqa. Donc, le mouvement de la phrase, le mot est que c'est qu'il y a دونك الريسك اللي تيكون هو لاسفيكسي سي كلير شنو هي لاسفيكسي وهي ان الكميه ديال الديوكسيجين في الهواء كتولي قليله اذا وبالتالي الانسان ما كيبقاش قادر يتنفس سي كلير العمليه ديال التنفس كتصبح صعبه جدا دونك ايليا ان ريسك داسفيكسي دو ا لا بروباغاسيون دو ديوكسيد دو كربون et de la consommation de dioxygène. يعني حنا هاد لاسفيكسي كتنتج بسبب الارتفاع ديال النسبه ديال الديوكسيد دو كربون هذا سي او 2 وديال انخفاض الكميه ديال او 2 علاش دابا ديال لا جوستيفيكاسيون كار لو ديوكسيجين كونسومي بار لا كومبسيون دو كربون لان هاد الديوكسيجين هذا علاش عيت كونسوم علاش لانه هو اللي كيتدخل لا كومبسيون ولا تيحرق وممكن ينتج لنا جسم اخر اللي هو المونوكسيد دو كربون شنو كيدير لنا هذا المونوكسيد دو كربون شنو كيدير الانسان كيدير انتوكسيكاسيون سي كلير تري بيان دونك هذه ممكن ان ديفوا دونك المعنى هنا هو انه خصنا نبينوا انه كيعطينا واحد الخطر اللي هو لاسفيكسي سي كلير تري بيان Ensuite, 3. Présenter un conseil pour Amin et son frère. Et واحد نصيحة لأمين. Il faut, c'est un gros lion, خصكم السي أمين ما تسدوش النوافذ وما تسدوش الباب. C'est clair. Il faut aérer la chambre
pour permettre l'entrée de l'air et la sortie des gaz toxiques. لأنك لا فتحتي النوافذ راه غادي يدخل الهواء وغادي يخرج داك الغاز توكسيك اللي هو الديوكسيد دو كربون ولا المونوكسيد. Très bien. La question 4. Sachant que la chambre contient قالك سيدي الغرفة فيها 3000 لتر دو ديوكسيجين et que chaque heure يعني كل ساعة كتستهلك ديك الاحتراق يستهلك 1000 لتر. Donc سؤال هو combien d'heures شحال من ساعة nécessaire pour que la totalité de dioxyde de dioxygène disparaît. يعني شحال خصنا ديال الوقت باش الكمية ديال الديوكسيجين تختفى كليا. دونك نقولوا لو ساشون كو علما انه عندنا يعني كل 1000 لتر ديال الديوكسيجين دو ديوكسيجين هنا اي كونسومي اون واحد ساعة. يعني راه كل 1000 لتر ديال الديوكسيجين كتستهلك خلال واحد ساعة. الوغ راه 1000 لتر كتستهلك خلال واحد ساعة. إذن 3000 لتر شحال خاصها ديال الوقت؟ إذن هني كنديرو لا ريغل دو 3 العملية الثلاثية. هاد الطرف تنضربو في هاد الطرف عفوا إذن 3000 غنضربوها في واحد وغنقسموها على 1000 وهنا تنقسمو سي كلاغ. إذن باش نلقى هاد لافالور ديال الوقت إذن تي اش غتساوي؟ تساوي 3000 هاد العدد مضروب في هذا مقسوم على 1000 اللي هي 3 السوايع سي كلاغ. إذن إلفو 3 زوغ بوغ كو لا توتاليتي دو ديوكسيجين سوا كونسومي. يعني باش هذيك الكمية ديال 3000 لتر اللي كاين في الغرفة تستهلك كليا خصنا 3 سوايع لأن كل ساعة كتستهلك 1000 لتر. دونك حنا شحال عندنا من 1000 لتر ديال 3000؟ عندنا 1000 لتر الأولى وال1000 لتر الثانية باش تفهموها مزيان وال1000 لتر الثالثة. إذن هذه كل 1000 لتر كتستهلك في 1000 في واحد ساعة. إذن هذه خصها واحد ساعة وهذه كذلك خصها واحد ساعة. إذن المجموع هو واحد ساعة زائد واحد ساعة جوج سوايع زائد واحد ساعة هي ثلاثة سوايع. إذن المجموع هو خصنا ثلاثة سوايع عاد باش ممكن تستهلك ديك الكمية كاملة ديال الديوكسيجين اللي كاين في الغرفة. وهكا كنكونوا سالينا الكونترول ديالنا وإن شاء الله تبارك وتعالى نحصلوا على 20 على 20 في الكونترول. ونقول لكم تري بيان. وما تنساوش تبارطاجيو الكونترول مع جميع الاصدقاء ديالكم باش كل شيء استفد وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.